نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مقصورا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الليل وقهر الرجال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتعجل بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا، واختم أجلنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، واجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هاما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا أعمالنا وأجلنا وعمرنا وحياتنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.